بالنسبة للتوك توك في مشاكل كتير قوي زي البنزين. أول حاجة الزبون 2.5 جنيه غالية على الزبون، فاهمني ازاي؟ رغم ان الزيت غلي والبنزين غلي كل حاجه، بس 2.5 جنيه غالي على الزبون. تاني حاجه بالنسبه للحكومه مش شايفين ناخد شغلنا كويس، احنا عايزين مثلا موقف معين فاهمني ازاي نركب منه عادي. انت لقينا لحد هنا الحكومه برضه ايه مش شاغلنا، طلعنا عند التابع الحكومه برضه مش شاغلنا، عايزيننا فاهمني ازاي نخش جوه الشارع من جوه الجانبي. طب احنا عشان نجيب الزبون لازم يجوا على فسحه من هنا فاهمني ازاي. فالحكومه الصراحه مش شايفين ناخد شغلنا خالص زي الناس، والعيشه غاليه من كل حاجه في الدنيا الصراحه. يعني هو غلو الاسعار مش على التوك توك بس، على الناس كلها. الزبون نفسه مش مستوعب غلو الاسعار. احنا يعني عاوز اقول لك الزيت بنغير ب 75 جنيه، بنزين في اليوم ب 40 45 جنيه. فغلو الاسعار ده مش على بتاع التوك توك، ده على الناس كلها. في ناس بتطلع وبتسرق، في ناس بتطلع بتسرق تكاتك، وفي ناس بتسرق من التكاتك دي، بتطلع بتسرق شنط وكده. فاحنا مالناش دعوه، يعني احنا شغالين، في ناس يعني هم ضارين بينا. مشاكل يا باشا ان احنا دي ما اقدرش اشتغل غير الشغلانه دي. هذا كان مركب جهاز رجلين، رجل صناعه، ما اعرفش اشتغل غير الشغلانه دي. كل ما اطلع يجي ياخدوني، مش عارف اشتغل يعني دلوقتي. الحكومه مش موفره لي شغل. كل ما اروح اقدم في القوه يقول لك 5%، اروح اقدم في 5% ما فيش تقديمات، يقول لك السنه مسابقات. ادور على التوظيف في المصانع يقول لك شيل وحط، انا ما اقدرش اشيل وحط. ما قدمش غير الشغلانه دي اللي بتاكلني عيش. هعمل ايه؟ مشاكل ان انا بنزل الحكومه مطردانا في كل حته. انا راجل ماسك عماره وده اكل عيشي. يبقى الحكومه بتجري ورايا ليه؟ عاوز اترخص ماشي، عاوزين يعملوا لنا فيش وتشبيه، مفيش مشاكل. احنا مش مؤخرين في حاجه، بس ان هم طردونا في اكل عيشنا. احنا ده اكل عيشنا، هو ده اكل عيشنا، هنعمل ايه؟ نسرق؟ مفيش هنا مشاكل، هنا كلها ناس غفر بوابين، كل واحد جاي التوك توك شغال بيه، يجيب له 50 جنيه 70 جنيه 100 جنيه بدل قعدته، هو يقول لي ده هات او ده هات بس. انما هم سايبين حد في حاله، مع ان ما بنطلعش بره على الطريق عشان ما نطلع الصبح بدري. فندم احنا دلوقتي روحنا البلد، قال لك في ترخيص، رخصنا ترخيص البلد عندنا محلي، ده ترخيص محلي اللي انا مرخصه برخصه بدفع 1000 جنيه في السنه. يعني 1000 جنيه بدفعه كل سنه كده ترخيص، والرخصه معايا سايره وانا معايا رخصه، ويجي برضه ياخدوا التوك توك المرخص.